الموضوع تاع تقطع التنفس يقدر يأثر. شفنا كيفاش نشخصوه، بصح دوكا احنا كمواطنين ولا الناس لا يشوفوا فينا يحوسوا على الحلول. اسكو تقدر تقولنا قبل المضاعفات تاع على الصحه تاعهم في المدى الطويل واش راح تكون واش تقدر تكون الحلول تاعها؟ جوستومون المضاعفات على هذيك اللي كيما نقول لك لابودي سجلنا غير نعاودوا بصح مهم دوك نقدروا نعاودوه. شوف هي المضاعفات اللي تقدر تكون سي ليبوكسي، سادير كو في هذوك الاوقات اللي يكون ما يتنفسش فيهم الجسم تاعو اسمه المخ تاعو ثاني ماهوش يتنفس دونك يقدر يولي عنده امراض كيما يقول لك في الشرايين، يقدر يدير انا في سي بعد شهر، يقدر يدير دو ليبرتونسيون، وكاين كيما يقول لك اسباب دي كونسيكونس واحد اخرين كيما يشبعش النعاس ديجا يكون يكون مقلق مع الناس، يقدر كيما يقول لك في حياته الاجتماعيه يكون عنده مشاكل، ويقدر باغزومبل يسوق يقدر يدير حادث مرور على جال باسكو ماشي شابع نعاس. اكزاكتو لو كان تسمح لي هنا نعقب عليك على الموضوع هذا. شوفوا باش نعرفوه مباشره كاين واحد الصوره نمطيه هكذا نقدروا نعرفوا بها بزاف الناس اللي كبار اللي عندهم لابني دو سومي هذو شكونهم. كي نشوفوا المسؤولين في الاجتماعات ولا تلقاهم راكدين كيكوا مريح هكذا حتى يفتح فمه، هما لا بليبار يكونوا سمان ديجا جوستومون سيغ بوا، دونك هذيك هذاك هو السبب الرئيسي تاع لابني دو سومي. وكاين حاجه ثانيه ننوه عليها هو انه المرضى تاع لاتونسيون ولا المرضى تاع السكري ولا المرضى تاع تسمى كاع الامراض هذو تاع لاكوت ولا هذه لابني دو سومي راح تزيد عليهم بزاف. كان احنا مثلا كان المرضى تاعنا تاع السكر ولا تاع لاتونسيون اللي ما يكونوش كاع ايكيليبغي غير على جال هذا الموضوع تاع لابني دو سومي، الوغ هو الحل تاعو ماشي حل سحري بزاف. المشكل هو انه ما عندناش حنايا المراكز بزاف ما عدا زوج اللي قلت لنا عليهم، بصح ماذا بينا لو كان تقول للمشاهدين دوكا وشنو هما الحلول؟ جوستومون الحلول هي كيما يقول لك حاجه عامه، ديجا الحاجه الاولانيه نبدلوا نمط الحياه نسقموه، ولا باغ اكزومبل كنا عندنا زياده في الوزن ولا نديروا الريجيم نقصوها فوالا. الدخان لازم يتنحى، عندك باغ اكزومبل هي الحاله شو ميكانيكيه وكيما نقدروا ولا نقدروا دوك نشوفوا الصوره. الناس نظن انه صعيبه عليهم يتخيلوها، لكن في كثير من الاحيان دكتور يكون هذا الانقطاع في التنفس المده تاعو مثلا تتجاوز تقدر تلحق حتى الدقيقه، وهنا اللي هنا يا سي دونجرو جوستومون فتاة على حسب الثواني عدد الثواني اللي تحبس فيها وعدد لي زيبيزود ثاني اللي يدير ولازم واحد يعرف باللي كي ما يداويهاش لي زيبيزود راه حين يوليو اكثر، صافي في ليله وحده ولا كان يدير زعما ثلاثه لي زيبيزود يولي يدير 10 ومام الفترات تاع توقف التنفس يزيدوا يطوالوا، الا كانوا 5 ثواني يوليوا 30 وهي رايحه، تما وهذا هو الخطر. سا غراف قد ما يولي شغل ما يتنفسش قد ما الجسم تاعو يكون عنده دي ريبيركسيون ودي كونسيكونس عليه يتاثر. جسم كيما نقدروا نشوفوا هنايا في الفوتو الفوقاني المسالك الهوائيه راهم ليبر دونك دوكو الباسيون يقدر يتنفس، ولتحت عنده لاباز تاع لسانو اي حابطه لتحت ومام يا كيما يقول لك ان اوبستاكل دونك دوكو الهواء يقعد غير لهنا سا بو با ديسوند بلو با فوالا، ومن بعد تعاود تفتح وهي رايحه يفي دي سيكل كوم سا توت لا نوي. لا دوزيام فوتو سي فو بلي. لا دوزيام فوتو ان فيت سي بارابور اسمو سي بارابور على ميدال على الكراجم باسكو هما ثاني تيقدروا يشكلوا ان بلوكاج على لو باساج تاع الهواء. دونك المشكل الاساسي هو لو باساج تاع الهواء دكتور حارش. سي سا ان فيت سي ميكانيك. سما واش التوا تاعو نمط الحياه وكلش هذيك باش نحبسوا كيما يقول لك السبه تاع الصح، ومن بعد نعاونوا الباسيون باش يقدر يتنفس في الليل بسمو بمسالك الهوائيه تاعو لازم يكونوا ليب. انا فرحت بالصوره هذه. جوستومون بون هذا هي انا باغي كيما يقول لك تاع لابريسيون بوزيتيف بصح تسمى شغل يدخل الهواء رابيدمون باش هذيك شتاك سي فولي لا فيرمتور تعاود تفتح رابيدمون. اي والله بصح باش ترقد بحاجه كيما هكذا شويه صعبه شويه كل يوم كل يوم جا تعيي بالك ما جو با ايماجيني كيفاش.